عهد أم القيوين ليتابع بنفسه شخصيا انطلاقات هذه الأشواط المسائية، وحيث نسير بحضراتكم مع 9 أشواط في هذه الفترة المسائية مخصصة لهجن أصحاب السمو الشيوخ وهجن أبناء القبائل، كل على حدة، خاصة مع أشواط الأبكار في هذه الانطلاقات المسائية المميزة الأصيلة. ترحيبنا بأصحاب السمو الشيوخ الحاضرين، ترحيبنا كذلك بكل الأخوة الحاضرين في أرضية الميدان، ترحيبنا بالمتابعين أمام شاشة دبي ريسينج 3 في هذا النقل الخارجي لسباقات الهجن، مع مخرج هذا السباق عبد الله وادي وطاقم العمل الفني لقناة دبي ريسينج. فأهلا بالجميع في هذه المتابعة الشيقة. ينطلق أول الأشواط، أول تحديات هذا المساء، هذا الكأس، كأس سيدي رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والمخصص لسن الإذاع لهجن أصحاب السمو والشيوخ. هذه الانطلاقة، هذه الرحلة الآن بدأت من خلال هذه اللحظات نحو 6 كيلومترات، شوط مفتوح بين الأبكار المحليات والمهجنات الأصايل من شعارات أصحاب السمو والشيوخ. فأهلا بالجميع في هذه المناسبة وفي هذه المنافسة الشيقة. المقدمة والمركز الأول، تتقدم الطيارة بشعار سمو الشيخ راشد بن سعود المعلى، يضمرها سالم بن خلفان بالشاوي الأغفلي حيث ينتزع الناموس ويتقدم إلى المركز الأول. المركز الثاني، حضرة الآن الشاهينية تعود ملكيتها من هجن سيح السلم التضمير لدى عبد الله بن فعيل بالهايري. انتقل الى المركز الثالث، هناك ميسوره لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى، يضمرها سعيد بن عبد الله بالشر الخاطري، هنا يتقدم الى هذا الموقع، هذا المكان. المركز الرابع، وصلت الان العزره، هذا الاسم العملاق، هذه العملاق القادمة العزرة لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى، يضمرها سالم بن خلفان بالشاوي الأغفلي، هذا الاسم اللي ترسخ مع شعار بن معلى دائما في المشاركات، في الانتاج العادي، في الانتاج المميز، في الانتاج الباهر في ميادين السباق. المركز السادس، هذه اللي وصلت الشاهينية اجني سيح السلم، يضمرها عبد الله بن فعيل بالهاجري، نحو الكاس، كاس رئيس الدولة هنا في ميدان اللبسة، في ميدان الشعب، في ختامي هذا المهرجان 17. العودة إلى المقدمة، يا سلام، شوف البداية هناك، الله، الشاهينية اجني سيح السلم، تتقدم عبد الله بن فعيلب الهايري في عملية التضمير والتدريب. شوف المركز الثاني، التسلل من قبل ميسورة، لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى، ياتي في عملية التضمير سعيد بن عبد الله بالشر الخاطري. المركز الثالث، وصلت العملاقة العزرة، هذه العزرة لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى، يضمرها، يتابعها في التضمير سالم بن نايع بشاوي أو سالم بن خلفان بالشاوي الأغفلي، ولكن تبادل المراكز الشاهينية الأخرى لهجني سيح السلم. عبد الله بن ثعيلب الهاجري يبغي الكاس، عينه على الكاس بوسهيل، هذه النتيجة للمراكز المتقدمة. المركز الرابع الشاهينية، هجني سيح السلم، عبد الله بن ثعيلب بالتضمير. المركز الخامس أيضا الشاهينية لهجني سيح السلم، يضمرها عبد الله بن ثعيلب الهاجري. المركز الخامس، شوفوا اللي قادم، المركز السادس، هذه اللي وصلت الظبي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب، يضمر عبيد بن محمد بن ضبيعة. ها هو الكاس يلمع في منصة الاحتفالات، في منصة اللبسة، في منصة ميدان الشعب، ولكن المقدمة لا زالت لهجن سيح السلم، تتقدم في المركز الأول. هذه اللي وصلت، الله، الشاهينية بقيادة عبد الله بن ثعيل بالهاجر،
اجري، لكن اشوف العزره، اشوف العزره قادمه لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى. بينما في العمليه التضمير سالم بن خلفان بالشاوي الاغفلي، هذا الارث الكبير لهذه الرياضات وسباقات الاجن والسلاله الاصيله، سلاله مسحان، سلاله المسكه العملاقه. المركز الثالث شوف ميسوره من الجانب الاخر لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى المضمر، سعيد بن عبد الله بالشر الخاطري، لكن اللي وصلت اللي تقدمت الظبي، اللي تقدمت الظبي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها عبيد بن محمد بن ضبيعه، يتقدم في هذه اللحظات الى انتزاع الناموس، الى انتزاع الهدف المنشود، هو المركز الاول لمن الكاس اول كؤوس هذا المهرجان، يوم الختام، يوم السنام للمركز الاول، للمركز الثاني، للمركز الثالث والرابع، كل الاسماء الحاضره، كل الاسماء الحاضره هي تبحث عن الانتصار، تبحث عن الكاس. عوده الى الظبي، الظبي، سيطره الظبي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على الكاس حتى اللحظه بقياده عبد الله او قياده سعيد عبيد بن الضبيعه في مقدمه الشوط. الله يا الظبي، المركز الثاني اللي قادمه ميسوره، ميسوره لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى، يضمها سعيد بن عبد الله بالشر الخاطري، يتقدم في هذه اللحظات الى المركز الثاني، المركز الثالث الشاهينيه، اجني سياح السلم، المركز الثالث الشاهينيه، اجني سياح السلم. هذه النتيجه مع عبد الله بن ثعيلب الهاجري. المركز الخامس العزرة لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى، وكذلك المضمر سالم بن خلفان بالشاوي الأغفلي، من خطف رمز في هذا المهرجان. كذلك المركز السادس اجني، هذه الشاهينية، الشاهينية اجني سيح السلم، المضمر عبد الله بن ثعيلب الهاجري. هكذا النتيجة ما شاء الله. اعود الى المقدمة والى الظبي، الى الظبي، الى الظبي، يا سلام، مسيطرة حتى هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. سن الاذاعه، سن الاستمتاع في هذه الليله مع المقدمه والظبي مسيطره، الظبي مسيطره، يقودها بالتضمير ابو سعيد عبيد بن محمد بن ضبيعه، لكن حذاري بن ثعيلب، حذاري من بن ثعيلب، هذه الشاهينيه شعار هجن سيح السلم، يتقدم للمركز الثاني الى المركز الثالث ليقدم الشاهينيه، والشاهينيه يقودها بالتضمير عبد الله بن ثعيلب الهاجري. ما شاء الله، هناك العزره قادمه، العزره عادت لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى، يضمرها سالم الخلفان بالشاوي الاغفلي. تحركوا الجماعه، والظبي مسيطره، الظبي مسيطره نحو عرقوب بن علوه، نحو المنصه، نحو الكاس، نحو الكاس. الله يا الظبي، 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 الظبي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، هي المسيطره على الكاس، على الكاس، على الكاس. المركز الثاني شاهينية، وشاهينية بشعار هجني سيح السلف المضمر عبد الله بن ثعيلب الهاجري، ولكن الظبي، الظبي الظاهر بأنها تخطف أول الكؤوس المسائية، كاس سيدي رئيس الدولة، كاس سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الهيال، هنا في ميدان اللبسة في هذا المهرجان، مهرجان أم القيوين 17 لسباقات الهجن العربية الأصيلة. تنتزع الظبي هذا الكاس، كاس الاذاعه المفتوحه لهجني اصحاب السمو الشيوخ في فتره المساء، في فتره المساء، في يوم الختام، يوم السلام. هذا هو شعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. الظبي اذا تنفرد بالناموس، تنفرد بالكاس، تنفرد بالكاس، كاس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الهيان رئيس الدوله، يذهب الى الظبي، الى الظبي، الى الظبي، وشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. شكرا يا ابو الضبيعه، بدون اي منافس على الاطلاق تذهب بالكاس، اول الانجازات. المركز الثاني الشاهينيه بشعار هجني سيح السلم، المركز الثالث هذه العزره سمو الشيخ راشد بن سعود المعلى، المركز الرابع لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، خامسا تاتي الشاهينيه لهجني سيح السلم. ما شاء الله تبارك الله. الظبي مشاهدينا الكرام،
هي من حققت هذا الفوز وهذا الناموس وهذه الكاس في أمسية هذه الليلة، في أمسية العشاق، في أمسية الحاضرين، في أمسية المتابعين المشاركين. ما شاء الله الظبي تنفرد بناموس الشوط، تنفرد بالمركز الأول لتقدم لعشاق هذا الشعار، هذا الإنجاز الثمين. 9 دقائق 5 ثواني وثمان أجزاء من الثانية، هي الظبي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم تفوز بكأس سيدي رئيس الدولة في أول انتصارات وختامي هذا المهرجان، مهرجان أم القيوين 17 لسباقات الهجن. المركز الثاني شاهينية هجن سياح السلم تتقدم ب9 دقائق 15 ثانية 26 جزء من الثانية. شكرا عبد الله بن ثحيلب الهاجري كذلك على هذه المشاركة الفاعلة. المركز الثالث حضرت العزرة ما قصرت، قدمت عرض بما فيه الكفاية ب9 دقائق 18 ثانية و56 جزء من الثانية. تهانينا لمالك سمو الشيخ راشد بن سعود المعلى وإلى المضمر سالم بخلفان بالشاوي الأغفلي من قدم كذلك العزرة في ميادين السباق وفي المشاركة في هذه الأمسية في شوط الكاس. هكذا كانت